السلام عليكم، نحن الآن في منطقة باندونغ. صور لكم فندق ترانس باندونغ، غرفة سيلبريتي سويت. هذه الصالة فخمة جدا، هنا يقدمون بعض الفواكه، وهذه محتوياتهم: صحن على القهوة. هذه الصالة منعزلة، طبعا تأتي مع كونكتينج روم سوبرير، نوع سوبرير. هذه الغرفة واسعة جدا فخمة، شاشة مسطحة واسعة، وهذا السرير. مكتب وإطلالة فل، صوفا بيت. هذه إطلالة. طبعا يتواجد هنا مول كبير تحت الفندق. هنا الحمام، هذا بانيو. هنا مكان الشاور. تحتوي على شطاف. غرفة فخمة جدا. وهذه الصالة نفس الإطلالة، صوفا بيت. شركة المحيط للسياحة والسفر، شرق آسيا.